السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نبرمج جوه برنامج كوديو. هختار الورلد اللي انا عايزها. طيب انا عايز ازود المية، فهختار هنا ووتر تولز وابدأ ادوس، فيبدأ يرفع المية بالشكل ده، يبقى فيه مية موجودة كتير. طيب ولو انت حابب ان انت تزود قطع من الارض، فممكن تيجي هنا تبدأ تزود زي ما انت عايز. طيب عايزين نحط سمكة مثلا، في حاجات هي اندر ووتر لو انت عايز تزود مثلا ستار فيش. اهي في فلاي فيش اهيت، دي نقدر بقى نحركها. ممكن بالاسهم نغير لونها. طيب ممكن نبرمجها بروجرام، نقول له مثلا ممكن نخليها من خلال الكيبورد اللي هي الأسهم. لما حد يدوس على الأسهم يبدأ هو يتحرك موف كويكلي بالشكل دوت. طبعا تقدر تبرمج أكتر من حاجة، مثلا تخليها لما تشوف حاجة، لما تعمل جيت مور، زي ما انت عايز تقدر تبرمجها على حاجات كتير جدا. وخلينا نحط مثلا سمكة ثانية، ممكن أقول له عايز كوبي، واجي هنا هقول له بيست، والسمكة دي هقول له هي واخدة نفس الاعدادات، فادوس ديليت. طيب خلينا نلغي ده برضو. انا عايز اقول له لما تشوف، لما اشوف ايه، لما اشوف سمكة يعمل ايه، يبدأ يمشي وراها ويمشي وراها بسرعة. طيب خلينا نقول له اسكيب ونقول له اسكيب. طيب بص، انا بتحرك بالاسهم والتانية بتمشي ورايا. السمكة الاولانية بتتحرك لان انا بحركها بالاسهم، والتانية معمول لها امر فولو غلسة تمشي وراها كده ايه بغلاسة. ده مثال ان احنا ممكن نعمل الالعاب تحت المية. طيب لو انت عايز تغير شكل المية والحاجات دي كلها، ممكن تيجي تسيتنج هتلاقي اعدادات كتيرة جدا. دور بقى على الوتر هاي والوتر، وتتحكم بقى في ارتفاع المية، تتحكم في قوة المية. السكاي نفسها ممكن تتحكم فيها لو انت حابب بالشكل دوت. اللايتنج ممكن تخليها الصبح بالليل زي ما انت عايز. الميوزك ممكن تقللها شوية. اسكيب، خلاص بدأت اللعبة كده ايه تكون. انا هتحرك بسرعة قبل ما هو يجي. هو بقى ايه فولو مي، فانت بقى ايه مسكني اهوت.